بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 31. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرحه عبر هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث في النهي عن مشابهة الأمم، ولا سيما في التنازع والاختلاف. قال: وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا أولئك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يؤكد الشيخ رحمه الله في سياق هذا الكلام أنه سيقع التشبه من هذه الأمة بمن سبقها من الأمم الكافرة من اليهود والنصارى والأعاجم، وذلك للأحاديث الصحيحة المتوافرة المتضافرة في إثبات ذلك. ومن أدق هذه الأحاديث هذان الحديثان: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أي أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه بمن كان قبلنا ويأخذ طريقها في كل شيء، حتى في الأمور التافهة. ومعلوم أن أعسر الجحور وأضيقها جحر الضب كما هو معلوم، لكن لو وجد في الأمم السابقة من يدخل في هذا الجحر لو وجد في هذه الأمم من يدخله تقليدا لها وتشبها بها. وكذلك في الحديث الذي بعده أن هذه الأمة في هذا الحديث أن هذه الأمة تأخذ طريق اليهود والنصارى، وفي الحديث الذي بعده أن هذه الأمة تأخذ طريق فارس والروم. وفارس هي الأمة المعروفة التي تقع في الشرق، والروم هي الأمة التي تقع في غرب الأرض، وهما أعظم دولتين في وقتهما قبل الإسلام. فيوجد من هذه الأمة بعد الإسلام الذي من الله به على البشرية ورفع المؤمنين فوق غيرهم من الأمم، يوجد في هذه الأمة من ينسى هذا الفضل ويتراجع إلى أن يقلد الأمم السافلة. الفرس يعبدون النار، والروم أيضا هم أمة كافرة وأغلبهم نصارى يعبدون الصليب، فيوجد في هذه الأمة من يقلدهم.
شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني منهم المقل ومنهم المستكثر. فهذا كله خبر معناه النهي، معناه النهي والتحذير. فلا نقول إن هذا شيء مقدر ولا بد أن يقع ونستسلم، بل علينا أن نبعد وأن نحذر من التشبه بهؤلاء وأن نحذر الناس من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا كله خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قصده من هذه الأخبار مجرد الإخبار فقط، وإنما قصده من ذلك التحذير. نعم، تحذير من التشبه، وأن لا ننخدع بمن يقلد اليهود والنصارى وفارس والروم وينتسب إلى الإسلام، أن لا نقلد هؤلاء. علينا أن نعتز بديننا وبقيمنا وما أعطانا الله من الكرامة، أن نعتز بذلك ونتميز بشخصيتنا الإسلامية. والله جل وعلا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم. قال: فعلم أن مشابهتها اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله، وهو المطلوب. نعم، كونه صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وحذر وكرر هذا يعطي أن التشبه بالكفار أنه شديد التحريم ولا يجوز، لأن معناه أننا إذا تشبهنا بهم في الظاهر فإننا نشبههم في الباطن، ومشابهاتهم في الظاهر تدل على محبتهم في الباطن، وإلا لو كان يبغضهم ما تشبه بهم. نعم. قال: ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه، لأن الكتاب والسنة أيضا قد دل على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على ضلالة. ففي النهي عن ذلك تكثير هذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، فنسأل الله المجيب أن يجعلنا منها. هذا عود على ما سبق في الذين زعموا أنه لا فائدة من الأمر والنهي. نعم. مع وجود القضاء والقدر، وأنه إذا كان الشيء مقدرا فلا فائدة من النهي عنه، كذا يقولون. نعم. وهم الجبرية، فهذا القول باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك وأنه سيقع، ولكن علينا أن نأخذ حذرنا منه وألا نغتر بمن فعله. هذا هو الغرض من الإخبار الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين النهي عن التشبه بهم والإخبار أنه سيكون من يتشبه بهم من هذه الأمة، لا تعارض بين ذلك كما ظنت الجبرية والقدرية، لأننا نقدر على ترك التشبه بهم، نقدر على التشبه بهم وعلى ترك التشبه بهم، فالتشبه بهم هو عملنا، وأما وقوعه وحصوله فهذا قدر الله وقضاؤه، فنحن لا نحتج بالقضاء والقدر على فعل المعاصي وعلى فعل المعايب، لأنه بإمكاننا أن نبتعد عن ذلك ونحذر منه. نعم. وفائدة النهي عن ذلك مع تحقق وقوعه هو التحذير منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سيكون من هذه الأمة طائفة منصورة متمسكة، فإذا ذكرنا هذا وبلغناه للناس فهذا عمل على تكثير هذه
الطائفة المنصورة وتقويتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك. نعم. وهذا وجه آخر من الحكمة في الإخبار عن وقوع التشبه مع التحذير منه، وأن الحكمة والإخبار عن وقوع التشبه هو للعلم، ولا شك أن العلم بالشيء مطلوب، وأن الجهل به مذمة، فالعلم في حد ذاته فيه خير وفيه نفع. نعم. قال: فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به. نعم. إذا علم الإنسان ما كرهه الله وفهم ذلك فإن هذا خير وإن لم يعمل به. هو إذا جمع بين العلم والعمل فهذا هو المطلوب، وإذا لم يعمل فإن وجود العلم في حد ذاته فيه خير. ولهذا ميز الله أهل العلم من اليهود والنصارى على غيرهم من الكفرة والأميين، صار لهم ميزة في الذكر والأحكام على غيرهم، فالعلم له فضل حتى ولو لم يعمل به فله فضل، فالعالم خير من الجاهل. ولأن العالم حري أن يرجع إلى الصواب، وأن خلاف الجاهل فإنه يتمادى في جهله ولا يدري. نعم. قال: بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. نعم. ولهذا حكم الله على من يعمل بغير علم أنه من الضالين وأن عمله ضلال، فوجود العلم وإن لم يعمل به الإنسان فهو فضيلة، أما الجهل فإنه ليس فيه فضل بوجه من الوجوه. نعم. قال: فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر خير من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا وجه آخر، وهو أن في العلم بذلك كراهية القلب لهذا الشيء، فإذا كان عند الإنسان علم بالمنكرات فهو وإن لم ينكرها بلسانه وبيده فإنه ينكرها بقلبه على الأقل. فإذا كان عنده علم فإنه يكره هذه الأشياء ولو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان كما في الحديث. فكونه عنده إيمان ولو ضعيف أحسن من الذي ليس عنده إيمان أصلا. نعم. قال: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم. هذا يدل على فضل العلم، على فضل العلم وإن لم يقترن به عمل، فإنه إذا كان عنده علم فسينكر هذا الشيء ولو بقلبه، لأن قلبه ينكر هذا الشيء بما أعطاه الله من العلم والتمييز، وإن لم يبتعد عنه بفعله وبلسانه فيكون عنده إيمان ضعيف، بخلاف الذي ليس عنده علم فإنه لا يكون عنده إنكار ولا في القلب، فلا يكون عنده إيمان. نعم. قال: وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكرهته لذلك، فإذا حصل هذا كان في القلب إيمان، وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف وإنكار هذا المنكر ارتفع هذا الإيمان من القلب. نعم. هذا هو الحكمة من النهي عن التشبه بالكفار، مع أنه سيقع في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ليكون عند الإنسان علم فيكره هذا الشيء ولو بقلبه، فيكون عنده إيمان ولو ضعيف، خير ممن ليس عنده إيمان أصلا. نعم. قال: وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو تمحو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. وهذا أيضا من فوائد العلم،
في أن العالم وإن وقع في شيء من الأخطاء والذنوب فإنه حري أن يتوب ويرجع ويستغفر، لأن ما عنده من العلم فيحجزه عن هذا الشيء أو يوقع في قلبه كراهية هذا الشيء فيتذكر ويستغفر ويتوب. فالعلم فيه خير ولو في المستقبل، ولو خالفه صاحبه في وقت من الأوقات فإنه يرجع إليه، فإنك تجد من عندهم علم وإن وقعوا في كثير من الأخطاء إلا أنهم أقل الناس وقوعا في الأخطاء، وإن وقعوا فيها فإنهم أقرب الناس إلى أن يتوبوا ويرجعوا، بخلاف من لا يعلم فإنه يظن أن ما هو عليه هو الحق فيستمر على ما هو عليه وقد يزيد من ذلك. نعم. قال: أو يأتي بحسنات تمحوها أو تمحو بعضها. وإن لم يترك هذا الشيء فإنه يعمل بالصالحات، يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، وإن كان عنده شيء من المخالفات والتشبه بالأعداء فإن هذه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن، الحمد لله، فتكفر هذا التشبه الذي يحصل. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالأعمال الصالحة كفر الله بها الذنوب الصغائر ومنها التشبه. نعم. قال: وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه منكر. وكذلك العالم لا يكون مقدما على المخالفات، وإن كان يقع في بعضها أو في شيء منها فإنه لا يكون إقدامه مثل إقدام الجاهل. لا شك. نعم. قال: ثم لو فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ. وهذا وجه أخير في بيان الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقع التشبه مع نهيه عنه، أن العلم بذلك يحمل العالم على أن يبلغ، العلم ويدعو إلى الله ويبين. نعم. قال: بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي. نعم. فنحن مطلوب منا أن نأمر وأن ننهى وننكر، وإن كنا نعلم أو يترجح لدينا أن الناس لا يتركون هذا الشيء، لكن هذا من باب إقامة الحجة وإبراء الذمة. ولهذا لما قال جماعة من بني إسرائيل من المؤمنين: لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ قالوا للذين ينكرون: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا يترك الإنكار والإبلاغ، وإن كانت النتيجة ميؤوسا منها أو ضعيفة فإن الإنكار لا يسقط، وإبلاغ العلم لا يسقط عن العالم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: على أن هذا ليس موضع استقصاء ذلك. نعم، يقول إن المكان، إن هذا المكان أو هذا الموضع من هذا الكتاب لا يتسع لاستقصاء ما في بيان الحكمة من كون الله أو الرسول ينهيان عن شيء مع وقوعه، مع العلم بوقوعه. نعم. مع أن الشيخ أحسن الله إليكم أشار إلى أصول مهمة في الدعوة ومواجهة المنكرات. نعم. حتى لا يكون من الداعين والمنكرين يأس، وأحيانا يكون بعض الناس يقول: أنت لن تقابل هذا، وغلب المنكر وفشت المعاصي. نعم. فيها إشارات قوية جدا حبذا تفيضون فيها يا شيخ. بعض الناس قد ييأس يقول: خلاص، يعني نحن في زمن غربة وآخر الزمان وقل المطيع وكثر العاصي. هو كله في هذا الموضوع، هو كل الكلام في هذا الموضوع، في الذي أن الإنكار عمل فضيل مستقل بذاته. فيه رد على الذين يقولون هذه المقالة إنه لا فائدة من ذكر الأدلة أو من ذكر الوعظ أو التذكير، مع أن هذا شيء واقع والناس واقعون فيه
فلا تتعبوا أنفسكم، وهذا لا فائدة من ورائه، لا غير ذلك من التخذيل. نعم. والإرجاف، فإن العالم يمضي في طريقه، وكلما كثرت المنكرات تأكد عليه أن يبين ويبلغ للناس. أما لو كان الناس صالحين ومستقيمين كلهم ما احتاج الأمر إلى، لكن إنما يحتاج إلى العالم وإلى الإنكار إذا وقع في الناس خلل في الواجبات أو في فعل المحرمات، حينئذ تشتد الحاجة إلى البيان والتذكير والموعظة. حتى ولو كان الناس لا يقبلون هذا، فإنه سيأتي من يقبل بإذن الله، ويبقى العلم، لأننا لو تركنا هذا لندرس العلم ونسي العلم، فلا بد من إحيائه وتوارثه وتبليغه للناس، لأنه قد يأتي من يعمل به. قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن لا نيأس ولا نتوقف إذا كثر الشر والفساد في الأرض، لا نتوقف عن الإبلاغ وعن البيان وعن التذكير والوعظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولله الحمد على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرة على الحق حتى يأتي أمر الله. نعم، هذه بشارة عظيمة، أنه مع كثرة المنكرات، كثرة المخالفين، وغلبة الشر، فإن الحق لا ينعدم، بل الحق باق وأهله باقون عليه وإن كانوا قلة. فهذا يرد على هؤلاء الذين يقولون إنه لا فائدة من الإنكار ولا فائدة من البيان ولا فائدة من الوعظ والتذكير، والناس ماضون في طريقهم. هذا مثل قول الطائفة من بني إسرائيل: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما جاء العقاب لم يذكر الله نجاة هذه الطائفة التي سكتت. ويحتمل أنها هلكت مع الهالكين، لأنهم لم ينكروا. فدل هذا على أنه لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلاء والبيان مهما كثر الفساد في الأرض، بل تشتد الحاجة إلى هذا في هذا الوقت أكثر من غيرها. نعم. قال: وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة، أي التشبه، بل هو وارد في كل منكر قد أخبر الصادق بوقوعه. نعم، ليس هذا الكلام الذي ذكرناه من أنه لا بد من البيان ولا بد من الإبلاغ خاصا بمسألة التشبه، ولكنه عام في كل المناهي والمنكرات، حتى ولو كثرت ولو وقعت فلا يحملنا ذلك على اليأس والقنوط وعدم البيان، بل نمضي في طريقنا ونبين ونبلغ، ولا يأخذنا القنوط واليأس. كما ذكرنا أنه أولا هذا فيه إبراء للذمة وإبلاغ للعلم، والله أخذ على العلماء أن يبلغوا ولا يكتموا العلم. وثانيا لعل هؤلاء يتذكرون، أو يتذكر منهم من يتذكر، فلا نقنط ولا نيأس من رحمة الله. وأيضا ربما يأتي بعدهم، بعد هذا الجيل، من يأخذ هذا العلم ويستفيد منه. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا اللقاء في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. تكرم بشرحه وبيانه صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ويجعل ذلك حجة لنا لا علينا. في الختام هذه تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.